أولا الحسن زاهر كاتب أمارة فجمعاوي الأمازيغية. السنة الجديدة حدث كو سماينو نتمازيغت تلقى بعدا تلقى الهوية حق الهوية المغاربة كل شيء حق الهوية شمال إفريقيا كله وخاصة تعرف باش شنو إيه. أولا السنة الأمازيغية هي السنة الأمازيغية تعتبر هوية المغاربة جميعا وهوية شمال إفريقيا مرتبطة بهذه الأرض. عندما يعني نتحدث عن السنة الأمازيغية تحدث عن تاريخ عن حضارة، وبالتالي خصها ترسم، لأن من كترسم مثلا في كرسمية هنا كتعطى لها الاعتبار، ملي كتعطى الاعتبار كتعطى لهذا التراب لهذه الدولة لهذه الأرض، لأنها مرتبطة بهويتنا المتعددة الأبعاد، ولكن في بوتقة واحدة هي الأمازيغية. ومازال هذا المطلب ملح وسيلح غي جاي الترسيم السنة الأمازيغية جاية في الطريق، غير كيأجلوا كيتأجل، ما دام كيتأجل هنا كيكون كنوقع في نفس الأخطاء اللي وقعنا في اللي وقع فيها المغرب منذ الستينات. كنا كنناجو كحركة أمازيغية مثلا الاعتماد على البعد الإفريقي على البعد اليهودي في ثقافتنا، وسدينا على هاد جوج الباب حتى مؤخرا في العهد الجديد من 2000 هنا بدات الايجابيه ديال البعد الافريقي. الان اصبح المغرب مثلا دوله مركزيه في شمال افريقيا، اصبح الان عنده هو بوابه الافريقيه، اصبح الان عنده التعدد الثقافي بالنسبه للعالم كل شيء، لا من ناحيه الديانات لا من ناحيه الثقافات وكل شيء كنجمعوا من الامازيغيه. ها دروك فين وصل المغرب؟ وصلوا لواحد المرتبه متقدمه. علاش؟ هذا الشيء اللي كنقولوا قبل من الستين من السبعينات كنقولوا هذه المساله. نفس الشيء بالنسبه للسنه الامازيغيه، السنه الامازيغيه اتيه سواء جايه لانها كتعبر عن هويتنا، وثانيا هي وسيله من وسائل ديال تنميه البلاد. لان كيفاش تنميه البلاد؟ لان الثقافه هي واحد العامل للتنميه، ماشي غير المسائل الماديه هي بوحدها اللي عامل التنميه، حتى الثقافه. بالدليل هو ملي كيحس الانسان بهويته بثقافته كيعطي اكثر من كيعطي اكثر وكيحب هذه البلاد اكثر من سميتو. ولكن ملي كيمشي كينسرخ على الهويه ديالو كيمشي للشرق ولا للغرب كيتمنى غير يخرج من هذه البلاد، ولكن ملي كيرجع للهويه ديالو كنسخو في هذه القيم الثقافيه الامازيغيه مرتبطه بالارض كتشبت بسميتو، رغم المشاكل رغم الصعوبات الاقتصاديه كل شيء، ولكن كنبقى ديما تشبت بالارض ديالي. من يتحمل مسؤوليه هذا التعطل؟ كل شيء يتحمل المسؤوليه، خصوصا القرار السياسي، لان القرار السياسي هو الاساس في سميتو اللي بقى هو القرار، بقى القرار ديال القرار السياسي. الحكومات المتعاقبه السابقه والحاليه ما عليها سميتو توقف في هذه المساله. من بين هذه المسائل قلنا الثقافيه هي اقرار السنه الامازيغيه، اش غادي قاعد تزيد لهم هما؟ ولكن غادي تزيد للشعب، لان كتزيد للشعب وكتزيد للتنميه ديال البلاد وكترفع الراس ديال البلاد كما قلت سابقا، لان الهويه كتعطي رافعه من روافع التنميه في البلاد. هذه المناسبة بقرب 13 يناير 1973 مطلب ترسيم هذا اليوم كعيد وطني وكعطلة مؤدعا ما زال ساريا مفعول، نظرا لكونه من بين المطالب الكبرى التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ بداية النضال ديالها. وهذا المطلب يعد من بين المطالب المشروعة التي تؤمن الحركة الأمازيغية بأنه يجب أن يكون يوم عطلة مؤدى عنه كباقي الأيام العطلة الأعياد الرسمية والوطنية. وللأسف استشعرنا ولاحظنا أنه منذ بداية الحكومة السابقة خصوصا بعد دستور 2011 هناك نوع من التهرب في ترسيم هذا اليوم ولا ندري الأسباب، وخصوصا كنا نعتقد ونأمل أن يرسم هذا اليوم مع حكومة العثماني بحكم أنه
ولد المنطقة ولد سوس، وبين الشعارات اللي رفعها وفي الشعارات ديالو لأنه يعني سيعمل جادا بترسيم هذا اليوم، وكنا ننتظر كذلك من هذه الحكومة الحالية التي يترأسها السيد أخنوش والذي هو يعد كذلك ابن المنطقة أن يرسم هذا اليوم، ولكن لا ندري ما هي الأسباب والدوافع الرئيسية التي جعلت هذه الحكومات تتهرب ولا تريد أن تحقق هذا المطلب الذي يعد من بين المطالب الشعبية الملحة للمغاربة بشكل عام. شكرا وتنمية. نرى أن الحكومة السابقة دون استثناء تحملوا المسؤولية الكبيرة والجسيمة في هذا الموضوع، لأنه هذا مطلب شعبي والإرادة السياسية يجب أن تكون حاضرة، ويجب أن على الحكومات أن تلبي مطلب هذا المطلب الذي يعد مطلبا تاريخيا وشرعيا وآنيا للمغاربة بشكل عام. ترسيم السنة الأمازيغية كما تسمى السنة الفلاحية الأمازيغية هو دائما ملح، لأنه من القضايا الثقافية لهذا الوطن، مرتبطة بتاريخ هذا الوطن، مرتبطة بهذا الشعب الذي له تاريخ عريق جدا. ملح لأن ليس فقط ترسيمه كعطلة رسمية، ليس هذا هو الهدف النهائي، بل أن يكون هناك وعي عند السكنة وعند أهل هذا الوطن أن يعرفوا تاريخهم، أن يفتخروا بتاريخهم، لأنه عندما نعرف تاريخنا وعندما نحس بأهميته فإننا نترقى ونعرف بأن علينا دينا كبيرا، لأن أجدادنا قاموا بأشياء مهمة جدا. فعلى الأجل أن ليس فقط أن يعرفوا هذا، ولكن أيضا أن يحاول أن يكون في المستوى. إذن هذا المطلب دائما قائم، وهو الآن يرسم نفسه بنفسه، لأنه أقول لك بأنه البادرة كانت في هذا الفندق في التسعينيات أعتقد، نحن في ثمانينيات، أول أعتقد أنه أول من احتفل بهذا رسميا. العادة قديمة جدا، الناس يحتفلون في منازلهم، تكون تقول لا وتكون أشياء من هذا المنطلق، ولكن بدأ الناس يتناسون هذه العادة الجميلة العظيمة. وحينها وفي هذا الفندق كان بطريقة رسمية جدا بتموتيفوس، كنا في تمينت ثم في تموتيفوس، ثم بعد ذلك انطلقت إلى المغرب كله، والآن أصبحت عالمية في جميع أقطار العالم، حيث الأمازيغ والمغاربة كلهم والشمال الإفريقي كلهم أمازيغ سواء نطقوا بها ولم ينطقوا، فهذا تراثهم وهذا تاريخهم. إذا أن ترسم سياسيا هذا شيء أساسي جدا، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن ترسيم اللغة الأمازيغية دون أن ننظر إلى أبعادها المختلفة الثقافية والتاريخية وغير ذلك. إذن هذا سننسجم مع مقتضيات الدستور 2011، سننسجم مع تراثنا وتاريخنا. وما الذي يتحمل مسؤولية هذا التعطر في عدم ترسيمه؟ هو التعطر يتحمل مسؤوليته الجميع، يتحمل مسؤوليته منذ الأول الناس الذين لم يفكروا عندما بدأوا يبنون هذا الدولة الوطنية، لم يفكروا في البعد الأمازيغي في الأول، اعتبروها شيئا منسيا وشيئا لا يستحق أن يعتمد عليه. لكن بفضل الحركة الأمازيغية، بفضل مثقفين الأمازيغ الذين أدركوا أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لأي دولة ما لم تستند على تراثها وعلى تاريخها، انتبهوا إلى هذا وحاولوا أن ينشروا الوعي بين الناس. إذا الأحزاب كلها نحملها المسؤولية في هذا، لأنها تقاعست. لأننا نتوفر على رئيس حكومة سابقة أمازيغ. تحدثوا عن هذه المرحلة، نتحدث عن ما الذي كان سببا في تعطر كثير من الأشياء، هذه واحدة منها.
كثير من الاشياء لحد الساعه لا نتعلم اللغه الامازيغيه الان، لا نعرف حتى اسماء المدن، متى ان تكون في اكادير ولا تعرف ما معنى اكادير، تكون في تيزنيت ولا تعرف معنى تيزنيت، يكون هذا عادي، معنى انه اننا نجهل الكثير من الاشياء، ولكن الان بدا الوعي ويتحمل المسؤوليه كل الذين يتحملون المسؤوليه السياسيه في هذا البلد، لانهم يعتبرون المساله شيئا عاديا جدا، وعندما يعون جدا ويعون اهميه هذه المسائل بالنسبه للوطنيه، انه يريدون ان تكون الوطنيه عند المغاربه، ولا يمكن ان تكون الوطنيه الا بالاعتراف بكل ابعاد الهويه المغربيه. عندما تعترف بتراثي وبتاريخي الى اخره، احس بانني فعلا في هذا الوطن. اذا ندافع عنه وافعل كل ما في جهدي من اجل ان ينهض الى اخره، ولكن عندما اعزل، عندما انحى، وعندما لا يلتفت الي، فانني اتقاعس في بعض الاحيان. هناك من يتقاعس، وهناك من يحاول ويتجاوز هذه المشكله.